كانت الاستعدادات في على 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 خير وكل شيء كان مزيان. كنت في الاستعدادات ديالي في هذ العامين في امريكا وجيت كملتها في كازا في بورغون في مركز بورغون، وكنبغي نشكر مركز بورغون على العنايه، وكنبغي نشكر الجامعه الملكيه الاشخاص وضعيات اعاقه، وكنبغي نشكر وزاره الشباب والرياضه اللي وفرت لنا كل الظروف الممكنه وكاع الاحتياجات الملزمه اللي كنا كنطلبوها كانت كتوفر لنا. وكنبغيو نشكروا جلالة الملك على البرقية الشكر اللي وجه لينا، كتعني لينا الكثير اكثر من الفوز، والحمد لله والشكر لله. هذا الفوز ما كيجيش عن 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 حظ ولا شي حاجة، كيجي عن عمل شاق جدا وتركيز، تركيز كبير خصوصا في المسافات اللي تقنية بحال 400 متر و100 متر كيكون التركيز بزاف. الحمد لله كنت غنشرف المغاربه بجوج ديال لي ميداي دور، ولكن كانت واحد الاصابه قبل السباق 100 متر اللي خلاتني نتاخر على السباق في المستشفى، ولكن ريكيبيريت والحمد لله عوضت في سباق 400 متر برقم العالمي. وكنبغي نشكر المغاربه كاملين على الدعم ديالهم، كنبغي نشكر جلاله الملك محمد السادس على برقيه التهنئه. الحمد لله هذه السنه يعني كانت مختلفه في الاستعدادات يعني، والحمد لله حتى ربي كمل علينا بالنتائج طيبه احسن من السنوات السابقه، وحتى في الترتيب ديال المغرب في صبورة الترتيب يعني كان احسن، ولكن كنتمنى وكنطمحوا في اكثر. وانا الحمد لله فرحان جدا بزاف بهذه الميداليه، وخصوصا بالرساله الملكيه الرابعه في حياتي، انه واحد الانجاز اللي ماشي سهل. وكنشكروا الجميع اللي صار على هذه الرياضه، وعلى الجمهور المغربي اللي كان متبعنا، وصاحب الجلاله نصره الله اللي متبع بكل صغيره وكبيره، ماشي سهل هادشي باش يعني الجميع كل شيء يتبعك يعني. الحمد لله هذا رائع، هذه فرحه كبيره وانجاز كثير. وكنشكروا حتى الاعلام صراحه على الاهتمام ديالو، لانه مع الاهتمام ديالو كيخلي بزاف الناس يخرجوا وليداتهم يديروا هذه الرياضه، ونعطوا ان شاء الله نتائج اكثر في المستقبل. اكيد طموحي من بعد هذه الرساله الملكيه غير كيشجعني باش ان شاء الله نحطم رقم قياسي ان شاء الله في الالعاب الجايه الى كتاب، ونتمنى ان شاء الله هذا هو الطموح ديالي باش نعاود نفرحوا المغاربه ونختموها ان شاء الله ختامها مسك. الاستعداد ديالي ما دازش كيف بغيت، كنت حاط اوبجيكتيف ولات اوبجيكتيف اخرى ما جابش الله تيسير الحمد لله. واخا هكاك ميداليه فديه في الالعاب الاولمبيه ما سهلاش، اللي كيقول سهله يجي مشي يجري هو ويجيبها. كنتمنى ان شاء الله نجيب واحد ميدالية ذهبيه ونحافظ على اللقب ديالي ما كتبش. كان صديق ديالي ايمن الحداوي حتى هو لي اتليت لي غني عن التعريف، كيلعب مزيان، كنبارك ليه من هذا المنبر هذا. وكنت كنتمنى انا ندير واحد ميداليه في 100 متر، كان ظلم في التحكيم تما، انا قال لك درتي انطلاقه خاطئه، احنا كاشخاص بلا اعاقه ما كتحط يديك في واحد على وديت واحد اللعيبه ما يمكنش لك، زلقات لك وكان الشتا خاصهم يعطيو، كان مره اخرى نوفو ديبار ما كتبش. الحمد لله خير في غيرها، كنوعدكم ان شاء الله نقدر نقول كلمه ديالي من هنا لخطا. لكن صغير صاحب زيايا معايا البركيه ديالو، تكن هديو هذه ميدايه، تكن صغير وزايا نعاونا لنا مدين على وين كنسكرو زعما ديالنا، كنسكرو صاب مايبر كتب بدل على دعوات دعواتهم و اهتمام ديالهم القيادة دي مواقف.